الكرام، نتواصل معاكم أيها الأخوة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وانطلاقة الشوط الثاني عشر خاص أيضا بالبكار الإذاعي المهجنات الأصائل لأبناء القبائل، انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله في هذا اليوم وفي هذا الميدان. مشاهدين الأعزاء، هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول، بنعود إلى صاحبة المركز الأول وماخذ المركز الأول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. بنشوف المركز الأول اللي ماخذ المركز الأول، بنعود على المركز الأول، وهي أيضا للسيد سلطان بن حميد بكديدة اللي هي علام ماخذ المركز الأول. المركز الثاني هناك عندك يا خليفة، يا بن مفرح، يا بن بليشة اللي خذت المركز الثاني، والمركز الثالث اللي هي شواهير. المركز الثالث مشاهدي الكرام، المركز الثالث نشوة للسيد عمران بن خليفة الشامسي خذت المركز الثالث. والمركز الرابع، بنشوف المركز الرابع ساير ابنه، بنشوف المركز الرابع يا ابو ركاض، يا سالم يا ابو ركاض الذيبة للسيد سالم بن محمد بضبيعة اخذت المركز الرابع. خامس المراكز هناك عندك يا بن سليم اللي هي الشاهيني للسيد حمد بن سالم بن سليم خذت المركز الخامس. والمركز السادس هناك عندك يا سالم اللي هي مايدي للسيد سالم بن حمد بن سليم، ولا الشيباني سالم بن حمد الشيباني اللي خذت يعني المركز. قادم على ظهر شواهين، على ظهر شواهين. الله 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 يا شواهين، انطلقت مشاهدين الكرام. يا سلام عليك يا خليفة، يا بن مفرح، يا بن بليجة، يا أخوي نبى سلام لهال العوير، نبى سلام يا تسمح لهال العوير هناك. يعني انطلقت شواهين، انطلقت بانطلاقة قوية بأشعار قوي مشاهدين الأعزاء. ما شاء الله، المركز الثاني لحمد بن سالم بن سليم، المركز الثالث من الجنب الثاني علي بن سعيد بن صرود من خلال الشعار، من خلال الشعار مشاهدين الكرام. ولكن خلاص خلاص، خلوني مع الشاهنية، خلوني مع الشاهنية، انطلق مع الشاهنية، اذيع مع الشاهد على الشاهنية، اعلق على الشاهنية. الله 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 الله. ولكن اللي قادمه مشاهدين الكرام، بنقوس الهود للسيد علي بن سعيد بن صرود ماخذ المركز الثاني. يلا طلع العصا يا ابو سعيد، طلع العصا يا ابو سعيد، يا ابو سعيد طلع العصا. يلا بنشوف الجهاز، اكيد ما يشتغل الجهاز، ما يشتغل اكيد ان الجهاز ما يشتغل في اللحظات الاخيره. سلام وسلام يا العوير، سلام ثاني للسيد خليفة بن مفرح بن بليجي على فوز شواهين. المركز الثاني للسيد علي بن سعيد بن صرود، والمركز الثالث بن سليم، المركز الرابع لبن كعيب، المركز الخامس خميس بالصغير بالهلي، والمركز السادس حتى العاشر عند اللجنة.